اشاره بتديك. ايه اللي حصل بقى يا شادي؟ يعني برضو الجيل الجديد دلوقتي مش عارف ايه اللي حصل. اللي حصل ان كان كابتن عصام الحضري هو كابتن النادي الاهلي في ذلك الوقت، ثم اتفضل بقى. ثم حصل مره مشكله كده، مشكله ما، فمانويل دخل الاوضه فقال حصل يعني، وقال في الملعب انا يعني انت مش هتبقى كابتن الفرقه. ده اللي حصل بالظبط. وحتى تشاور مع الكابتن حسن، انا مسؤول عن الفرقه، وكابتن حسن انا ما اقدرش، قال كده اللي انا ما اقدرش، قال للعيبه كده ما اقدرش اتدخل في الاداره. النادي الاهلي فيه سيستم عام، كابتن حسن حمدي وكابتن حسن كان دايما ملوش دعوه بفرقه الكوره خالص، بيجي لنا لما يبقى في مشاكل تلاقي اجتماع لجنه الكوره، ما بيتدخلش في حاجه خالص. وانا كل التحيه والتقدير من خلال قناه النادي الاهلي للكبير صاحب الانجازات الكبيره الكابتن حسن حمدي، اللي انا بحترمه وبقدره جدا. الراجل ده اشتغل للنادي الاهلي سنين طويله وحقق بطولات مع اجيال عظيمه. فعم طالما ذكرنا الاسم طبعا، فلابد ان احنا نقول كابتن حسن حمدي من اساطير الاداره في مصر. من اسبوعين كان في حلقه اسطوريه مع كابتن مصطفى عبده. مصطفى عبده اسطوره كبيره في عالم كره القدم والرياضه المصريه، ومع الكابتن حسن حمدي، وكانت حلقه الحقيقه عملت ردود فعل كبير. انت عارف اللي فيه ترتيب الكابتنه، فمانويل عمل تاني يوم اجتماع احنا مش عارفين ليه، فقال مين الكابتن اللي بعد الحضري، فمحدش كان عارف اللي هو هيقول كده اساسا، ففي ترتيب. فرفعت ايدي فقال انت من النهارده كابتن الفرقه. نعم. الحضري مش كابتن الفرقه لاسباب ما لبعض المواضيع يعني. فطبعا انا الصراحه اتكلمت مع الحضري بعدها وقلت له انت ليك قيمتك، ولو في بعض المشاكل ان شاء الله تتحل، وده دور اللعيبه بينهم وبين بعض. ثم بقى الحضري مشي، فانا كملت اللي فرق معايا. اول ما خدت الشاره جبنا الخمس بطولات بتاعت السنه على طول. بص على طول. ايوه. اول ما خدنا الشاره والله يا اسلام، واتذكر مجله النادي الاهلي بقى، يعني خدناه من هنا، خدنا مش عارف بطولتين ثلاثه ورا بعض، فرفعت البطولات دي، فابتدى بقى يتقال وش السعد. فجينا السنه اللي بعدها اربع بطولات من الخمسه، فربنا فتحها. لكن في الاول وفي الاخر انا طبعا اكيد مبسوط جدا ان انا من كباتن النادي الاهلي، لما اسمك في كتاب مئويه النادي الاهلي تبقى موجود وسط العمالقه او كباتن النادي الاهلي، سواء كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، كابتن طاهر، كل الناس، كابتن مصطفى عبده طبعا، كابتن شوبير، كابتن حسام ابراهيم، كابتن وليد صلاح الدين، كل الكباتن، مش عايز انسى حد طبعا، اللي انت تبقى موجود وسط العمالقه دول وتبقى اسمك محفور وتبقى من كباتن النادي الاهلي، دي حاجه تشرفني واعتز بيها، مش حاجه تضايقني خالص. بس كنت انتوا دايما انتوا الاثنين واحمد السيد يخش. لا كنت انا، بص هتلاقيني بحجز بدي كتف مدافعين. كانت الدنيا دايما ايه؟ احنا يا جماعه كنا بنبقى واقفين تحت وقاعدين بنتفرج على لا هو في الاخر زهق ما بقاش يجي، فاهم؟ والله العظيم. بس انا بحب الحضري جدا والله، الحضري طيب جدا للامانه. وكان جون فعلا واحد من افضل حراس، والتحدي اللي هو عمله يلعب في السن الكبير ده كله. ايوه. هنا بقى كان خلاص هنا يعني في القطن اعتقد، هنا ده هنا كانت البدايه. ده لا دي في الصفاقس. بص انت واحمد السيد والحضري. احمد السيد يعني ايه؟ عارف هقولها، انا بحب اتكلم باللغه البسيطه كده، عبده الراشق. داخل في اي حاجه ترفع له بوكيه ورد تلاقيه بيشيله منك. بس راشق في اي حاجه احمد السيد، انا بحبه. احمد دمه طبعا خفيف. احمد عسل جدا وراجل جدا الصراحه يعني. وكان بيلعب بشماله احلى من لا انا كان بيستوقفني اما مانويل بيقول له ميسي. وهو بيصدق بقى، فيبتدي يجي له على يمينه يروح قاطع بش، وانت سرد باك، انت مش مطلوب منك. كان بيلعب بعيد عني. بس فاللي انا عايز اقوله بامانه يا اسلام، يعني خليني بقى خلاص اتكلمنا عن قصه الكابتنه دي، لكن بصراحه انا اتشرفت اللي موجود وسط مجلس اداره بالشكل ده، وجهاز فني على اعلى مستوى، جماهير بالشكل ده في كل مكان.